فينيسيوس جونيور. هذه التشكيلة التي سيبدأ بها الرجل والمتصدر زين الدين زيدان. راموس بالتأكيد موجود. ضربة البداية أحبة الكرام أينما كنتم. ريال سوسيداد الذي سبق وأن فاز في ثلاث مناسبات سابقة في بطولة الكوبا دي ريم وأخرج ريال مدريد من هذه البطولة، بل إن مواجهات الفريقين في بطولة الكاس غالبا ما تنحاز لفريق ريال سوسيداد. سنة بيلباو يستضيف البارسا، لكن ما بين هنا وهناك، ما بين الآمال هنا، ما بين المحاولة والانطلاقة وأوديغارد والعرضية والرأسية، ولكن حارس المرمى ريولا في اللقطة الماضية يتصدى لهذه الفرقة إلى خميس، والكرة تصل في مكان رودريغيز والاستلام. رودريغيز والضربة الأولى، والضربة الأولى التصويبة تأتي، لكن حارس المرمى في اللقطة الماضية تصدى. كاد أن يفعلها الكولومبي خميس إلى خميس. الريال يريد أن يبدأ. ضربة أولى قد تأتي، هنا الاستلام، هنا توني كروس، لكن الكرة طالت وتحولت إلى مارسيلو. رمية تمام من جديد في التمريرة من دياز. كريم عدا، كريم صوب، يا رب بنزيما يريد مزيدا من الأهداف، يريد مزيدا من الأرقام. 13 هدف في بطولة الدوري، 19 هدف في هذا الموسم حتى الآن. تتحدث حتى على مستوى الصناعة، هو الأكثر صناعة لأهداف ريال مدريد في هذا الموسم. إنه أهم اللاعبين. بنزيما كتهديد أول كبير والقائد الكبير. كنت أتكلم عن هذه البطولة، وكنت أتكلم بالتأكيد عن أرقام كأس إسبانيا، وكنت أتحدث بأن البارسا بثلاثين لقب يأتي متفوقا على الآخرين على مستوى ألقاب بطولة الكوبا دي ري. أخذكم البصدر الآن. الله على التحرك، الله على التصويبة. الكرة تصطدم، الفرصة تضيع، الكرة تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب. عدنان يانوزاي لاعب المان يونايتد سابقا البلجيكي ولاعب بروسيا، شوف التمريره، شوف التحرك، شوف يانوزاي، ولكن التغطيه كانت من ميليتاو، والكره تحولت بعد ذلك الى ضربه ركنيه. ريال سوسيداد في اول تهديد، في اول وصول، ريال سوسيداد في كره ثابته وضربه ركنيه. ريال سوسيداد بالاقدام اليسرى نشاهد ونتابع هذه الكره، هذه العرضيه، هذه التصويبه، الضربه كتاتي، والكره تعود من جديد، الكره تعود من جديد فاينل وضربه موعدا. بل انه ينتظر من يتاهل من هذه الفرق بالتاكيد بالامس، وايضا شاهدنا قبل ذلك فالنسيا يودع حامل اللقب، يودع لقب بطوله الكوبا دير ري. هذه المفاجات العديده، الله يستر، نشوف ونتابع. لكن لا شك بان هذه الفرق تريد ان تستغل مساله النظام وعودة نظام بطولة الكوبا دير ري إلى مباراة واحدة وليست ذهابا وإيابا، مع العلم بأنها في السيمي فاينلز ستكون ذهابا وإيابا، لكن تتكلم عن كل الأدوار العديدة السابقة كانت من دور واحد، ولذلك الأمور تم استغلالها بمفاجآت كبيرة. لكن الآن توني كروس على تنفيذ الكرة الثابتة، وخيميس رودريغيز على تنفيذ الكرة الثابتة من مكان يغري حقيقة، المكان مغري، حائط بشري من أربعة لاعبين، لكن المكان مغري. في الدوري لم يسجل مدريد من كرة ثابتة في كل مباريات هذا الموسم، ماذا عن الكأس يا خميس؟ تصويبة قوية، الكرة إلى خارج الملعب، والكرة تتحول إلى ضربة مرمى. هذه المسألة التي كانت بالنسبة للمدريديين مسألة نسبتها ونسبة تسجيلها عالية جدا في ظل وجود كريستيانو رونالدو. الأمور تغيرت بكل تأكيد الآن هذا الموسم. تخيل بأن ريال مدريد سجل من كرة ثابتة فقط في يشعرك بأن القادمة لن تضيع. هذا فينيسيوس، لكن الآن ألكسندر تصويبه، يا رب متابعة، يا الله، عدو في المنزل، عدو في المنزل. هكذا كانت المانشيتات، هكذا كانت الصحف تشير إلى أوديغارد المعار من مدريد، عدو في المنزل في البرنابيو. الهدف يأتي عن طريق المعار، عن طريق أوديغارد بكرة متابعة
رائعة جدا. شوف كرة ألكسندر الأولى كان لازم هدف، لكن انظر إلى الكرة اللي تغيرت اتجاهها واللي خادعت حارس المرمى. أوديغارد يسجل هدفا وكأنه يصادق على الكلام. إذا الأمور بهذه الصورة يا أوديغارد، ريال سوسيداد يتقدم ويثبت بأن في البرنابيو هناك عدو، عدو في المنزل يدعى أوديغارد الذي يقدم أرقاما على مستوى التسجيل وعلى مستوى الصناعة، 5 أهداف هذا الموسم أو 6 أهداف في كل البطولات هذا الموسم بخلاف الصناعة. أوديغارد يسجل أمام فريقه بالتأكيد في هذه المباراة يا زيدان. هل الكرة تعود خميس يا رب جونيور من جديد، الفرصة بتضيع يا مدريد، ضاعت يا ميرنجي. خميس رودريغيز باللوك الجديد كاد أن يفعلها، الكرة تعود مرة أخرى من جديد، فينيسيوس جونيور يتقدم، جونيور قد تنجح يا ألكسندر، عدى برسل كرة يا سلام أوديغارد، الله أوديغارد ما زالت وقف سيطر عدى مرر، لكن طارت الكرة وتحولت بعد ذلك إلى حارس المرمى في اللقطة الماضية. أوديغارد في مكان إلى فينيسيوس جونيور، عدى بيلعب الكرة، ما زالت المحاولة قائمة في التصويبة يا رب. أوهو مستحيل الكرة، مستحيل يا فالفيردي، أي تصدي يا روميرو، أي كرة ضاعت وتحولت. انظر إلى اللقطة، انظر إلى التصويبة، انظر إلى الكرة، هدف محقق لمدريد، لكن الكرة ضاعت وتحولت بعد ذلك من جديد إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية الآن نشوف ونتابع. ضربة ركنية الآن في مكان سليم، عرضية لمصلحة ريال مدريد، الكرة ما زالت الآن في مكان سليم باتجاه اللاعب إبراهيم دياز. إبراهيم دياز وقف سيطر، حاول تقدم، بيلعب للكرة عرضية رأسية، مستحيل مستحيل، العارضة يا راموس، العارضة يا كابيتانو، الفرصة بتضيع، الكرة بتروح. ريال مدريد في هذه اللحظات، ريال مدريد في هذه اللحظات كان قريبا من التسجيل، ولكن الكرة تتحول مرة أخرى إلى ضربة مرمى. هذا سيرجيو راموس قدم، يحاول، ما زالت المحاولة، الكرة إلى مارسيلو فيها تصويبة، ولكن الكرة أيضا سهلة تصل إلى حارس المرمى، سهلة تصل إلى حارس المرمى في اللقطة الماضية. الكرة اللي كانت مع مارسيلو دقائق كانت فيها الجماهير تشجع والجماهير تتفاعل مع الفرص التي ضاعت، لكن ونحن نقترب من شوط المباراة الأول. حقيقة مدرب ميرانديز اللي حقق المفاجأة بالأمس قال تصريح جميل بعد مفاجأة وفوز على فياريال، لكن نكمل بعد هذه الكرة التي يحاول فيها ألكسندر يتقدم الآن، فرصة الآن تصويبة، لكن الكرة بتضيع، الكرة بتضيع، والكرة بتتحول بعد ذلك إلى توني كروس. وقف توني كروس، مرر، صوب قوية، لكن الكرة إلى خارج الملعب. شوط المباراة الأول، مشاهدينا متابعينا في كل مكان أحبتي الكرام عبر قنوات السعودية الرياضية، ينتهي بتقدم سوسيداد بهدف مقابل لا شيء بانتظار الشوط الثاني. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي والكلمة تنتقل للزميل عمار، تفضل. سوسيداد الكرة البينية، الله على التمريرة، من التمريرة هدف، من التمريرة هدف يا رب، يا الله، ريال أوديغارد، ريال أوديغارد هدف سجل ألكسندر بأقدام أوديغارد، التمريرة سحر، أي كرة من أي لاعب معار، أي عدو في المنزل، أي هدف يسجل، شوف أوديغارد، لكن فيها الشك، فيها الشك في اللقطة الماضية، هل كان متسللا؟ الهدف لا يحتسب، اللقطة لا تكتمل، يا ريال سوسيداد في اللقطة الماضية. هذا حكم المباراة والإلغائيات سريعا بعد تدقيق على الكرة، وبالتالي النتيجة تستمر بالتأكيد بهدف مقابل لا شيء.
لمصلحة ريال سوسيداد، لكن هذا لا يلغي بأن أوديغارد لاعب إمكانيات عالية يقدم لنا المتعة بلمساته بتمريراته، والكرة تصل الآن من جديد في نص الملعب لمصلحة لوكا. شوف اللقطة الماضية، شوف اللعبة الماضية، شوف تمريرة مارتن كان متسلل ألكسندر إسحاق، هذه إعادة وتدقيق الفار. مارتن أوديغارد يضرب ثلاثة مدافعين، نعم بالباب الذي سيستضيف البارسا، لكن الآن هنا المرور، هنا العرضية، هنا المتابعة، يا رب مستحيل يا سوسيداد. ألكسندر إسحاق القادمون من إقليم الباسك يفعلونها الآن، اصنعوا يوما مختلفا ليس كأي يوم، بهذا الشعار، بهذا الإصرار، بهذه الضربة الثانية يا إسحاق. انظر إلى المرور، شوف العرضية، يا رب يا الله، سوسيداد ما أحلام، هدفين نظيفين، المفاجأة تكبر، وألكسندر يقدم نفسه في هذه المباراة أمام مدريد. 19 اللاعب السويدي من الأصول الإرترية باحتفالية جنونية وفرحة خيالية، يا سوسيداد الإشارة خضراء للفريق الأخضر. ريال مدريد في الوقت الذي كان يفكر فيه في تسجيل هدف العودة، ها هو الآن يستقبل هدفا آخر. جماهير سوسيداد السعيدة جدا اليوم. لديرة كروزابيل يتقدم، كروزابيل يتقدم، بيرسل الكرة لو حتى من ألكسندر، ما تعديه، مستحيل يا ألكسندر، ليلكم هذا الأسمر، إنه في البرنابيو ينفجر بضربة قاضية قاتلة. أي كرة يا ألكسندر، أي نهاية لهداف، أي تصويبة، أي تاريخ يعيد نفسه. سوسيداد يقترب من إخراج الملكي من بطولة الكاس، هل كان متسللا أم لا؟ الله على الاستلام، انظر إلى الطلقة، إلى التصويبة، إلى الضربة، الكرة التي استقرت، شوط ألكسندر، إنه ألكسندر الأول، ألكسندر الأول. قد يكون فيها الشك في اللقطة الماضية، لكن حتى لو كان فيها الشك، الإنهاء كلام ثاني. شوف النظرة، شوف الاستلام، شوف الحسرة، شوف الدقائق التي انفجر فيها ألكسندر. ريال سوسيداد يفعلها إلا إذا كان للفاري رأي آخر. هذه احتفاليته، هذه فرحته، هل كان متسلل ألكسندر إسحاق؟ لكن إسحاق حتى الآن يسحق المرمى، الهدف يحتسب، وإسحاق يسحق المرمى، ثلاثية لريال سوسيداد. صدق أو لا تصدق، أنت في البرنابيو، صدق أو لا تصدق، أنت في البرنابيو يا زيدان. حتى الآن نعم الريال متصدر الليغا، نعم الريال، النتائج الجميلة، والآن واحدة من الكرات، الكرات مارسيلو للعودة، تصويبة يا رب، الريال لا يستسلم، الريال يقلص الفار، الريال يريد أن يعود من الظهير، يبدأون أولا 3-1 من أجل العودة مرة أخرى إلى الأجواء، من العودة إلى البطولة من جديد. النتيجة صعبة، لكن الريال يريد الطريق الصعب، حتى الكرة من الزاوية الصعبة، الكرة وصلت إلى حارس المرمى 3-1. هل نشاهد كامباك وعودة وريمونتادا في نصف ساعة، أم أن الأمور ستكون صعبة؟ مارسيلو الهدف حتى هذه اللحظات يحتسب لمصلحة ريال مدريد، 3-1 كتوقيت ممتاز يعتبر، باقي نصف ساعة. تعود من جديد، عادت إلى ألكسندر، وقف، سيطر، عرض في مكان، يا رب بالأربعة، سوسيداد حتى الآن يضع أقدامه في دور الأربعة. ريال سوسيداد، ميكيل ميريو، إنهم بالضربة القاضية يسجلون، إنهم يتقدمون على المتصدر للليغا، إنهم في معقل البرنابيو يقدمون كرة ممتعة. ألكسندر إن لم يسجل
سيكون الصانع ميكل ميرينو. أصبحت 4 يا مدريد، 4 يا ريال، كبيرة بالتأكيد من جانب ريال سوسيداد. الإشارة خضراء، الإشارة خضراء، هدف مارسيلو أعاد الأمل، ولكن هدف ميكل ميرينو يقضي على الآمال. انظر إلى الاحتفالية والفرحة. أخطاء في دفاعات ريال مدريد كارثية في مباراة اليوم، لا يصدق دفاع ريال مدريد اليوم حقيقة. مسألة الانسجام والتفاهم والشباك النظيفة اللي كنا نتكلم عنها في 21 مباراة متتالية وأقوى خط دفاع في أوروبا، اليوم زيدان بالتأكيد بالخيارات التي شاهدناها تغيرت الأمور كثيرا في مباراة اليوم. ميليتاو يطلق، يخترق، بيرسل الكرة، فرصة الثاني الآن، الثاني الآن، الدفعة تأتي، كانت من لوكا يوفيتش، يريدون يوفيتش بأن يعلن وصوله من فرانكفورت. حتى الآن الأرقام ضعيفة، الكرة العرضية رأسية، الله، هل تريد أن تلعب باستمرار؟ سجل باستمرار، هذا ما يريده ريال مدريد يا جونيور، هذا ريال مدريد. الضغوطات تصنع الألماس، عليك تجاوزها يا فينيسيوس، كرة رأسية. ألم أقول لكم بأنه مع كل فرصة مهدرة يشعرك بأن القادمة لن تضيع؟ النتيجة أصبحت 4-2، 4-2، متعة كبيرة. و بانتظار صفرة حكم المباراة الآن، والتأكد أيضا من سلامة الهدف. 4-2، وصلنا نتيجة الأمس ما بين فياريال وميرانديس، لكن 4-2 شايف الآن يقولهم شوية بس، شوية بس، باقي 10 دقائق. كل ما حاول ريال سوسيداد أن ينهي المباراة تماما يعيد لاعبو ريال مدريد شيئا من الأمل. هذا الجواسل، مباراة كبيرة يا إيمانويل، مباراة كبيرة لهذا المدرب الذي كما ذكرت مسيرته كلها مع سوسيداد، ومسيرته من المراحل السنية إلى الشباب، تدرج بعد ذلك إلى الفريق الأول يتولى قيادة الفريق. جونيور يفكر الآن حتى في اللحظة اللي سجلت فيها يرجعون للفار، يعني من كثرة أهدافي، يعني من كثر اللي سجلته. هذا جونيور خايف الآن ويشاهد ويتابع، بينما هنا زيزو الذي يقف، وماذا يشير المساعد؟ الحكم الآن يلغي الهدف، خط الوسط، لكن الانطلاقة من فينيسيوس جونيور الآن بيلعب الكرة، رودريجو يسجل، جونيور إن لم يسجل يصنع. الآن رودريجو، الريال يسابق الزمن، يتمسك بالأمل، يحاولون أن يستعيدوا ما تبقى من هذه اللحظات. شوف الكرة، شوف اللعبة، جونيور يصنعها، رودريجو البديل يضع الكرة في الشباك، هدف يأتي لمصلحة ريال مدريد. 4-2، 4-2. شوف جونيور الآن المسكين، جونيور اصنع يا جونيور، اصنع، ما راح يلغونه، ما راح يلغونه. نشوف، نتابع هذه الكرة الآن. هناك أيضا بارتشيك، بارتشيك، بارتشيك في هذه اللحظة، هذا رودريجو البديل، والجماهير تحتج وتطالب بالوقت، وهذا رودريجو صغير الريال الفتى الذي يسجل، ولكن هناك بارتشيك، ونشاهد ونتابع ماذا سيحتسب. هذا رودريجو، هل يلغى الهدف؟ هل يلغى الهدف أم يحتسب؟ الوقت يمضي وريال مدريد يريد أن يتمسك به ما بقي من أمال في مباراة اليوم. نشاهد ونتابع اللحظات والغضب الكبير في ملعب البرنابيو والأجواء الكبيرة والمثيرة. الهدف يحتسب الآن، رودريجو لا يلغى هدفه. كسر حارس المرمى، يتقدم مودريتش، عرضية رأسية، دربكة، متابعة، الكرة ما زالت يا ناتشو، لكن ما ضاعت الآن. ميليتاو من جديد، راموس من بعيد، يا رب، الكرة ما زالت، كريم عرضية، مستحيل، مستحيل، إنهم لا يموتون بسهولة، إنهم لم يسلموا المنديل، إنها لم تنتهي بعد. الجماهير غاضبة
جيدة جدا. يا لها من مباراة 4-3. الوقت بدأ رائع الآن يمضي والوضع صعب جدا بالنسبة للفريق. نشوف ونتابع نشوف ونتابع. هذا سيشير حكم المباراة. الوضع صعب جدا بالنسبة للفريق. نشوف ونتابع نشوف ونتابع. هذا سيشير حكم المباراة.